نتكلم عن احنا في ثلاث حاجات قلنا الالياف، قلنا الفيتامينات والاملاح المعدنيه. هنلخص الحاجات دي. طبعا احنا محتاجين حلقات نتكلم في كل نقطه من النقط. لما هناخد الفيتامينات والاملاح المعدنيه والالياف من خلال طبق السلطه خماسي الالوان. ايه هو طبق السلطه خماسي الالوان بتاع الدكتور احمد دهشان ده؟ بشكل بسيط يعني اي حد كده بنقول له طبق السلطه ده بيبقى فيه خمس الوان رئيسيه. فنتكلم على اللون الاخضر زي الخس، الجرجير، الكرفس، البروكلي، الشبت، البقدونس، الفجل، الرجله، الكابوتشي، الملفوف، يعني اي حاجه نتكلم ان احنا نستطيع اللون الاخضر. خضروات داكنه اللون الخضراء يبقى كده ده اللون الاخضر. نتكلم مثلا وليكن على اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر. طبعا البنجر والشمندر نعمل له حلقه ثانيه كده لوحده كده نتكلم عن الفوائد الصحيه الموجوده فيه. نتكلم عن اللون الاصفر زي الليمون او الفلفل الاصفر. نتكلم عن اللون البرتقالي زي الجزر. نتكلم عن اللون الانسيناي، اللون الابيض اللي هو الثوم والبصل. لو احنا قدرنا ان احنا نعمل طبق سلطه خماسي الالوان بيحتوي على كل هذه العناصر، يبقى احنا ضمننا ان احنا ناخد الفيتامينات اللي احنا محتاجينها، ناخد الاملاح المعدنيه اللي احنا محتاجينها، هناخد ايه تاني؟ هناخد الالياف اللي احنا محتاجينها، وبالتالي هنحس بالشبع. لو قدرت ان انت تبدا كل وجبه بتاعتك